بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الدوال الرياضية، واتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على الكوردينيتس وهاو تو فايند ديستانس أو المسافة بين تو بوينتس وسلوب أوف ستريت لاين. والنهاردة هنتكلم على الماثيماتيكال فانكشنز واللي هي بالعربي الدوال الرياضية. طبعا المحاضرة اللي فاتت اتعرفنا على الستريت لاين، على الخط المستقيم، وعرفنا ازاي بجيب الديستنس او لينث اللي هو طول الخط المستقيم اللي واصل بين نقطتين، وعرفنا ازاي بجيب السلوب بتاع الخط المستقيم. النهاردة هنتكلم على حاجة إضافية للفيتشورز بتاعة الستريت لاين أو الخط المستقيم، وهي معادلة الخط المستقيم. قبل ما نتعرف على how to find equation the equation of straight line اللي هي معادلة الخط المستقيم، في بعض definitions هنتعرف عليها. أول حاجة، في قيمة بقول عليها constant أو ثابت. الثابت ده أو الconstant دي بتبقى quantity whose value is fixed، يعني القيمة بتاعتها ثابتة، كمية القيمة بتاعتها ثابتة. زي مثلا numeric amount 3, 4, 10، أي عدد من الأعداد بقول عليها قيمة ثابتة، أو أحياناً برمزها بالفابيتك letters، رموز small letters A, B, C and so on. يعني قيمة ثابتة ما بتتغيرش. لكن في قيمة تانية بقول عليها variable، متغير. إيه هو المتغير؟ A quantity represented by a symbol that can take different possible values. يبقى هي كمية بتمثل بشكل رمز X, Y, Z أيا كان alphabetic letter اللي هتختاره، وبقيم مختلفة متغيرة. مثلا X is equal to 5, 8, etc. في برضو حاجة تانية بسميها أو relation between two symbols أو between two رمزين متغيرين، بطلق عليها اسم function، دالة. أوكي، الدالة دهيت بيبقى فيه علاقة بين متغيرين، أوكي، بتبقى على شكل equation، معادلة بالشكل ده. المتغير أو الفاريبل اللي في الليفت سايد من الإكويشن دهيت، أي حاجة فيها علامة إيكوال بسميها إكويشن. فبسمي Y إيكوال function of X، دالة في X، فبقول إن Y function of X دالة أو الY بتعتمد على قيمة X. يبقى اللي في الرايت سايد ده بتبقى نون فاليو، او يعني قيمة المتغير اللي في الرايت سايد بتبقى معروفة، اما في الليفت سايد واي انون. بسمي الفاريبل اللي في الليفت سايد من الايكويشن ديبندنت فاريبل، يعني متغير غير مستقل. ليه غير مستقل؟ لان قيمته بتعتمد على المتغير الموجود في الاكسبريشن اللي في الرايت سايد من الاكويشن، اللي في الطرف الايمن من الاكويشن بتاعتي او الداله بتاعتي. فيبقى بطلق على اسم اكس اللي هو في الطرف الايمن من الاكويشن فاريبل اندبندنت فاريبل اللي هو متغير مستقل، اما الواي فدي
dependent variable يعني متغير غير مستقل بيعتمد على قيمة الx يبقى الy depends on the value of x تعتمد على قيمة x اللي في right side تمام يبقى اتعرفنا على ثلاث حاجات وهي constant والvariable والfunction نيجي نتكلم بقى على الفانكشن في عندي انواع من الفانكشن انواع من الدوال احنا هندرس نوعين بس نوع اللي هو linear function اللي هي الدوال الخطية والمحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على quadratic function اللي هي دوال من الدرجة الثانية linear function زي ايه؟ زي الخط معادلة الخط المستقيم فمعادلة الخط المستقيم بتاعتي بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى على شكل بقول عليها function linear function في left side v في المتغير variable y وفي right side في variable x تمام؟ فمثلا زي الخط المستقيم اللي هو باللون الأزرق ده فبقول ده خط مستقيم معادلته y بتساوي 6x تمام؟ طب الخط المستقيم ده بجيب المعادلة بتاعته ازاي؟ بقول الخط المستقيم ده اوكي crossing او بيقطع المحور الواي في القيمة زيرو اوكي بيقطع محور واي في القيمة زيرو اوكي نرجع تاني للصورة بتاعتنا يبقى بيرجع بيقطع محور واي في نقطة الأصل عشان كده بقول y بتساوي 6x أما الخط المستقيم الأحمر اللون أحمر فبيقطع محور الy في القيمة 20 فحنفهم دلوقتي إيه المقصود بالمعادلة دهيت عندي أشكال مختلفة أو طرق مختلفة لإيجاد معادلة الخط المستقيم نبدأ نتعرف على الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم The general form of the straight line أول صورة هنتعرف عليها للخط المستقيم هي y is equal mx plus c المقصود بm اتفقنا قبل كده قلنا إن m is the slope اللي هو ميل الخط المستقيم تمام الميل بتاعه يعني بيميل عن الاكس اكسس اتفقنا وشرحنا الميل المقصود بيها ايه الزاويه اللي بينه وبين الاكس اكسس محور الاكس اوكي التان بتاعتها هو ده بقول عليه ميل الخط المستقيم او لو عندي القيم بتاعه 2 بوينتس بي 1 and P2 coordinates of two points إحداثيات نقطتين موجودين على الخط أخذنا عرفنا الفورمولا بتاعة how to find الميل أو السلوب بتاع هذا الخط باستخدام هذه الفورمولا أخذنا المحاضرة اللي فاتت يبقى اتفقنا إن الام ده الام رمز الام بيمثل لي slope of straight line slope of the straight line اللي هو ميل الخط المستقيم طيب أما الكونستانت سي فالكونستانت سي بقول عليه إذا انترسبت واي انترسبت انترسبت يعني the value at which a function cuts the y axis لو رجعنا للصورة اللي قبل كده الشكل اللي قبل كده هنيجي نلاقي الجزء الأخضر ده سوري الجزء الأخضر
اوكي. الجزء الاخضر اللي تحت ده من الزيرو لغاية القيمة 20، ده اللي بسميه y intercept او جزء المقطوع من الواي اكسس، محور الواي بالنسبة للمستقيم اللي هو y is equal 6x plus 20. تمام. اما المستقيم الازرق فده بيقطع محور y في القيمة 0. نرجع تاني للجنرال فورم بتاع الستريت لاين. فاتفقنا خلاص، قلنا ان الام هو السلوب والسي اللي هو الواي انترسبت او الجزء المقطوع من محور الواي. ده الشكل العام لمعادلة الخط المستقيم. امتى بستخدمه؟ if you know the value of the slope m and the y intercept اللي هو c. اذا كنت عارفة قيمة ال m وقيمة ال c فساعتها substitute، تعوض في ال equation ده هيت او في ال function دي، هتقدر تقول في الحالة دي ان ده معادلة او ان دي معادلة خط المستقيم اللي ميله، اكون عارفة قيمة الميل وعارفة بيقطع محور الواي في القيمة كام. تمام. فهناخد مثال بسيط تطبيق مباشر على الـ equation of a straight line اللي بتبقى بالشكل ده. Example. Find an equation of the straight line with slope m is equal 3. يبقى انا عارفه النون اللي عندي، داتا النون اللي عندي سلوب، عارفه بتاع الستريت لاين، and y intercept الجزء المقطوع من محور الواي is negative 2، يعني بيقطعوا في الجزء النيجاتيف اللي هو under the x axis. تمام. في القيمه negative 2 ناقص 2 هو أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله M بيساوي 3 ويقطع محور فاي في القيمة ناقص 2. ده تعويض مباشر، يبقى أنا هستخدم أنه فورم لمعادلة الخط المستقيم. الفورم الأولى دي أول فورم، أول شكل هنستخدمه لإيجاد معادلة الخط المستقيم. يبقى by knowing the slope و y intercept بعوض بالM is equal 3 والC equal negative 2. يبقى الـ equation دي equation بتاعة الـ straight line المطلوب. طب هناخد شكل تاني لإيجاد معادلة الخط المستقيم، وبسمي الفورمولا اللي جاية دي اللي هي number 2 equation of a straight line using a known point and a slope. Known point يبقى أي point احنا اتفقنا بتعرف ب x coordinate and y coordinate. يبقى هنفترض ان عندي البوينت هي النقطة دي اللي مسميها P1، لها x coordinate x1 و y coordinate y1. اوكي. ف إذا كنت عارفة الـ x coordinate والـ y coordinate بتاع الـ point، وعارفة كمان سلوب، قيمة الـ slope بتاع الـ straight line ده، فأسهل لي إن أنا أستخدم الـ second form ده اللي هي y minus y1 is equal m times أفتح 2 brackets و x minus x1. طب نيجي نقول الفورم دي جبناها منين؟ ما اتفقنا ان اي فورم، اي صيغة بناخدها او قانون بناخده بيبقى له بروف، بيبقى له برهان. تعالوا للرسمة دي. لو اخدنا general point P، الكوردينتس بتاعتها X and Y، ومعرفش قيمه، بس اهي نقطة
عم على الستريت لاين ده. يبقى أنا بمعرفة الكوأرجنس للتو بوينتس دول أقدر أجيب السلوب اللي هو m is equal y2 minus y1 over x2 minus x1. طيب x2 هنعتبر دي البوينت نمبر 2 الثاني. x2 هحطها general value اللي هي x و y2 هي هتبقى الy. يبقى معادلة السلوب بتاعي by knowing two points m is equal y minus y1 over x minus x1. اوكي ومن هنا نقدر نستنتج هذه العلاقة. ايه رأيكم لو اخدت البراكت ده وحطيته في الليفت سايد عملت ديفيجن او قسمت القيمة دي على القيمة اللي هتطلع لي او الفاريبلز اللي موجودين between two brackets دول جبته هنا under ال y minus y1 مش هيديني ال m. اوكي فيبقى اذا الفورمولا دي مستنتجة من الفورمولا بتاعت السلوب of straight line او ميل الخط المستقيم اللي خدناها المحاضرة اللي فاتت. تمام نيجي ناخد تطبيق مباشر example تطبيق مباشر على الفورمولا دي هشوف امتى هستخدمها. Find the equation of the straight line of slope m is equal to يبقى النون اللي عندي دلوقتي الستريت لاين ده عارف عنه ايه؟ ان السلوب بتاعه الميل بتاعه m is equal to وعايزة اجيب الـ equation of that straight line يعني معادلة هذا الخط المستقيم. هل بداتا واحدة بس عارفة الاسلوب أقدر أجيب معادلة الخط المستقيم؟ احنا خدنا two forms دلوقتي للـ equation of a straight line. الأولى by knowing أو بمعرفة السلوب and y intercept الجزء المقطوع من الـ y. لا يبقى مش هقدر. طيب هل داتا واحدة بس هقدر أجيب معادلة خط مستقيم؟ لا لازم يكون عندي يا إما coordinates لpoint أو y-intercept اللي هي بتاعت الفور نمبر 1. فبيقول لي هنا and يبقى الستريت لاين ده passing through the point الcoordinates بتاعتها هي. يبقى إذا معادلة هذا الخط المستقيم المطلوب إيجاد معادلته ميله بيساوي 2 وبيمر بالنقطة اللي إحداثياتها هي. يبقى ده أستخدم which form we are going to use the first one or the second one أي صيغة هنستخدمها الصيغة الأولى اللي أخدناها ولا الصيغة الثانية؟ لا طبعا هنستخدم الصيغة الثانية اللي هي بمعلومية ميل ونقطة. تمام؟ لأن دي داتا النون اللي عندي. يبقى بستخدم الفور اللي هي using slope and point اللي هو معلومية ميل وcoordinates لنقطة موجودة على هذا الخط. Substitute بالتعويض في الفورملا دهيت تعويض مباشر. The slope is equal to 2. طيب x1 and y1 اللي هي coordinates of the point اللي موجودة على هذا اللي straight line. x1 هتبقى هي 2 y1 هتبقى 3. يبقى x1 اهي y1 اهي. خد بالك انا غالبا بحب اجيب لكم negative sign لهنا أو هنا أو للاتنين مع بعض علشان في هنا نيجاتيف ونيجاتيف فساعتها لما هتاخد القيمة بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني بوزيتيف اللي هي الساين رول اللي أخذناها في المحاضرة بداية المحاضرة اللي فاتت. ف
تراجعها كويس عشان ما تلخبطش في الإشارات. يبقى أنا عملت substitution أو عملت تعويض مباشر للفورمولا بتاعتي، في الفورمولا بتاعتي. طب next، بعد كده هعمل collection للterms، أوكي، وهحط أحاول أخلي الإكويشن بتاعتي يا إما على شكل general form كده، أو بجيب كل terms في left side وخلي right side is equal to zero، فsimplify الإكويشن بتاعتك. فإحنا لو حبينا نحطها على هذا الشكل، يبقى الواي في left side وبقية الterms في الرايت سايد، بقية العناصر في الرايت سايد بالشكل ده، يبقى هخلي الواي في اللفت اهي، اوكي، وهاخد نيجاتيف 3 في الرايت سايد، تمام. بس قبل ما اعمل كده هنشيل في الرايت سايد التو براكتس دول، بعمل ريموفينج للتو براكتس دول، يعني بشيلهم. طب هشيلهم، عندي قيمه براهم هنا، لما اشيل التو براكتس دول عشان اخليهم ترمات مجموعه مطروحه من بعض، هعمل ايه؟ يبقى باخد التو تايمز اكس، يبقى هضرب الاثنين في اكس يديني 2 اكس، and 2 تايمز نيجاتيف 2 يديني ماينس 4، تمام. يبقى اي براكتس هتعمل لها ريموف، هتشيل. بعد كده لو حبيت تحط الإكويشن بتاعتك على الصورة دي، يبقى تخلي الواي في الليفت سايد وبقية التيرمز، يعني هاخد نيجاتيف 3 من الليفت للرايت، هيبقى نيجاتيف 4 بلس 3، يبقى الناتج هيكون قلنا ايه، سبتراكت، ونحط الإشارة بتاعت القيمة الكبيرة. كلام الأساسيات البسيطة اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت. يبقى يا إما بحطها على الشكل general form equation of straight line، أو بجيب كل terms في left side وبخلي right side بتاعي بيساوي zero، صفر. واتفقنا قلنا لما بنقل term أو عنصر من side لside بغير الإشارة بتاعته. يبقى احنا خدنا دلوقتي two forms أو صيغتين لإيجاد معادلة الخط المستقيم. هناخد صيغة ثالثة دلوقتي، وهي لو الداتا اللي عندي مش ميل وكوأرجينيتس لبوينت، لا، لو عندي بس عارفة نقطتين كوأرجينيتس لتو بوينتس موجودين على الستريت لاين ده، اللي هي البوينت P1 والبوينت P2، اوكي. فساعتها how can I find the equation of that straight line by knowing or by using two points coordinates of two points on that straight line؟ يعني بجيب معادلة الخط المستقيم بمعلومية نقطتين، فدي الفورم اللي هستخدمها. أنا عندي x1 okay y1 وعندي x2 وy2. زي ما قلت لكم أي فورم بتبقى لها استنتاج أو بروف. فدي جاية منين؟ نبص للليفت سايد بتاعت الإكويشن ده، هي x1 y1، هنفترض في الرسمة في general point مسميها P. ال P coordinates بتاعتها هرمز لها ب X و Y. ايه رأيك لو أخدت ال point P وال point P1؟ يعني اعتبرت ان P1 coordinates ل P1 هي ال point الأولى وال P هي ال point التاني، وقلت لك find the slope of that straight line. يبقى عندي النقطة دي والنقطة دي، يبقى السلوب عبارة عن ايه؟ y minus y1 over x minus x1. وقلت لك عندي هناخد ال two points دول، تمام، اللي هي
P2 و P1. يبقى أنا خدت في الأول دول، هاخد النقطة دي والنقطة دي، وقلت لك find the slope of that straight line. يبقى y2 minus y1 okay اهو over x2 minus x1. طب مش السلوب واحد لكل الستريت لاين ده؟ اوكي، يبقى في الحاله دي الاكسبريشن ده هيساوي الاكسبريشن ده. فمن هنا استنتجنا الفورمولا دي. لو بنعرف coordinates لتو بوينتس، البوينت الاولى x1 y1، البوينت الثانيه اللي هي P2 X2 coordinates بتاعتها X2 Y2. يبقى نقدر بالفورملا دي أو بالصيغة دي بجيب الـ equation of that straight line. ناخد تطبيق مباشر على الفورملا زي ما عملنا قبل كده. Find the equation of the straight line which passing through the two points. الكوردينتس بتاعت البوينت الاولى اهي والنقطه الثانيه اهي، او لو اخذنا دي الاولى ودي الثانيه ما فيش مشكله. المهم التو بوينتس دول هجيب عارفه الكوردينتس بتاعتهم او الاحداثيات بتاعتهم، فعاوزه اوجد معادله الخط المستقيم اللي بيمر بالنقطتين دول. تمام، انا هعتبر لو مثلا بالانجليزي او بالعربي هعتبر ان النقطه الاولى اهيت، او هناخد النقطه الاولى اهيت تمام، والنقطه الثانيه اهي. يبقى x1 وy1 هي x1 بتساوي 4 y1 is equal to 6. يبقى بعوض في المعادلة بتاعتي ب x1 و y1 x1 is equal 4 y1 is equal to 6. يبقى اعتبرت 4 و 6 ده هي البوينت الأولى. البوينت نمبر 2 اعتبرها 1 and 3 أحداثياتها 1 و 3. اوكي، يبقى ال y2 is equal 3 اهي، و y1 قلنا equal 6، و x2 اهي is equal to 1، يبقى 1 minus 4. تمام، simplify this equation، هنبسطها. فطبعا هعمل ايه؟ الناتج اللي فوق في الـ right side 3 minus 6 يدينا negative 3، 1 minus 4 يدينا negative 3، negative 3 over negative 3 is equal to 1. يبقى في الحالة ده هي ممكن هيبقى عندي 1 في النيوميريتور 1 في الدينيوميريتور، يبقى y minus 6 times 1 يدينا y minus 6، 4 x minus 4 times 1 اللي في النيوميريتور هنا هيديني x minus 4. يبقى بسطت انا الـ equation بتاعتي بالشكل ده. طيب هقولنا اتفقنا يا اما نحط الـ equation بتاعتي على شكل y is equal mx plus c general form، أو بجيب كل الترمز في left side. يبقى في الحالة دي لو حطيت على الشكل الأول يبقى negative 6 تيجي هنا هتبقى positive 6، يبقى الناتج في ال right side ال expression هيبقى x plus 2. It means y is equal x plus 2. أو بجيب كل الترمز في ال left side وخلي ال right side بتاعي بيساوي 0. يبقى بسمي الـ equation دهيت هي equation الـ straight line المطلوب الـ
passing through the two points. كتطبيق مباشر برضو خد بالك في ال substitution تاخد بالك من الساين بتاعة ال coordinates لأن هنا في الفورملا في عندي negative signs كتيرة فتاخد بالك هل قيمة ال x1 وال y1 بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف يبقى احنا خدنا دلوقتي slope of a straight line في المحاضرة اللي فاتت وال length of a straight line و three forms اللي هستخدمهم to find the equation of the straight line. أول form if you know slope and y-intercept جزء مقطوع من محور y. الفورم تاني form if you know point and slope إحداثيات نقطة على ال straight line ده على الخط المستقيم ده وال slope بتاعه. الصيغة التالتة number three if you know coordinates of two points on that straight line. تمام؟ هنتنقل لنقطة تانية. دلوقتي لو عندي two lines اوكي يا إما بيبقوا parallel lines متوازيين يا إما بيبقوا متقاطعين. اوكي هناخد الأول في حالة لو كانوا الـ straight lines دول الـ two straight lines لو كانوا متوازيين parallel lines إيه العلاقة بين الـ slopes بتاعتهم أو بين ميل الأول وميل الثاني زي ما أنت شايف في الصورة أدي الـ straight line ده لو crossing بيمر بنقطة الأصل 0 0 والـ straight line الثاني بيمر بالقيمة 20 في محور الواي. التو لاينز دول بطلق عليهم انهم متوازيين. يعني ايه متوازيين؟ كل واحد ماشي في طريقه عمر ما هيحصل منهم اي تقاطع. فيبقى التو لاينز دول بقول عليهم parallel متوازيين. زي قضبان القطر كده. تمام؟ يبقى العلاقة بين التو سلوبس بيساووا بعض يعني M1 must equal M2 تعال نشوف كده المعادلتين بتاعتهم ده معادلة الخط الأولاني اللي هو Y is equal MX وده معادلة الخط الثاني Y is equal MX plus C هنا C الجزء المقطوع من الواي في معادلة الخط الأولاني ده بتساوي صفر. أما هنا is equal 20. تمام؟ لكن الستة دهيت هي الستة دهيت نفس القيمة اللي هي نفس السلوب بتاعها. بس خد بالك ما تقدرش تقول القيمة دي الكوفيشنت اوف اكس هنا هو نفس الكوفيشنت اوف اكس هنا غير لما تكون شكل الإكويشن بتاعتي بهذا الشكل يعني إيه؟ يعني الكوفيشنت of y يعني معامل ال y هنا لازم يكون بالشكل ده is equal to 1 يساوي 1 طب لو كان دهيت المعادلة دي معامل ال y هنا ما بيساويش 1 بيساوي أي حاجة 2 3 يبقى هتعمل إيه عشان تخلي الكوفيشنت ده بيساوي 1 divide each terms اللي في two sides divided by القيمة بتاعة الكوفيشنت y بحيث تبقى الصورة بتاعتي بهذا الشكل عشان أقدر أقول إن M1 is equal M2 أنا بديك بعض الملاحظة نيجي نشوف تطبيق برضو مباشر على ال parallel lines example Find the equation of the straight line which passes through the point. عجلق point. عايزة أجيب الإكويشن بتاع straight line بيمر
بالبوينت دهيت. طب هقدر اجيب الايكويشن دهيت؟ قلنا لازم يكون عندي معطيين من الصيغ الثلاثة اللي اخدناها. جي بوينت واحدة. اقدر اجيب الايكويشن معادلة الخط المستقيم اللي بيمر بنقطة واحدة؟ لا. يا اما يكون عندي ميل ونقطة او نقطتين او ميل وجزء مقطوع من محور الواي. لكن قايلالك ان المستقيم ده اللي عايز المعادلة بتاعته parallel to straight line الايكويشن بتاعته ده. يعني ايه؟ يعني بيقول لك وموازي للمستقيم اللي معادلته كده. يبقى اعطيتك هنت تفكر. طب انا عندي مستقيم، انا هنا في نقطة المطلوب ايجاد معادلته، المعطى فيه نقطة واحدة. لو انا عرفت ميل هذا المستقيم يبقى ساعتها اقدر استخدم الصيغة التانية اللي هي ميل ونقطة. طب هو معرفش ميله، لكن بيقول لي موازي للمستقيم اللي معادلته دي. أبص لمعادلة المستقيم ده، مش دي شبه الجنرال فورم بتاعت الستريت لاين؟ الكوفيشنت اوف واي وعامل الواي بيساوي واحد، يبقى الميل بتاعه بيساوي كام؟ نفكرك بيها، واي از ايكوال ام اكس بلس سي. تمام. يبقى 3 دهيت بتقيه ميل المستقيم الثاني. تمام. طب حيث ان الاثنين بارل، مش يبقى المستقيم الاولاني ده ميله بيساوي ميل المستقيم الثاني ده؟ هي دي الفكره. يبقى انا باجي هاخد المستقيم الثاني ده اللي هو واي بتساوي 3x plus 1، وعرفنا ان الميل بتاعه هسميه m2 بيساوي 3. وحيث ان الستريت لاين نمبر 1 اللي هو مطلوب معادلته is parallel to straight line number 2 اللي احنا عرفنا ميله، يبقى اذن 2 m1 is equal m2 is equal 3. تمام. يبقى by knowing slope and point، يبقى by using the point and slope form اللي هي y minus y1 is equal m times x minus x1، substitute with m is equal 3، x1 and y1 هيبقوا بهم ايه؟ x1 هتبقى هي is equal 1، y1 is equal 2 4. يبقى هعوض هنا y minus y1 اللي هي 4 is equal m 3 بفتح 2 brackets جوه x minus x1 اللي هي is equal 1. تمام. اعمل simplification للمعادلة دي. خلي ال y في ال left side، ان الكل terms في ال right side، تحطها بالشكل ده، او جيب كل terms في left side is equal to zero. يبقى دي معادلة الخط المستقيم المطلوب. تمام. نيجي نشوف. قلنا احنا two lines two straight lines يا اما بيبقوا parallel متوازيين، يعني ما بيتقطعوش خالص، او بيتقطعوا ممكن تكون الأنجل أو الزاوية ما بينهم أي زاوية. بس في حالة لو الأنجل اللي بينهم أو الزاوية اللي بينهم 90 degree، يبقى في الحالة دي بقول إن two straight lines are perpendicular. يبقى هنشوف إيه العلاقة بين السلوبس بتوع التو ستريت لاينز او الخطين المستقيمين اللي الزاويه بينهم 90 درجه، وبسميهم خ
خطين متعامدين. تمام؟ لما أقول لك إن عندي خطين مستقيمين متعامدين، ساعتها على طول تقول العلاقة بين التو سلوبس هو إن M1 times M2 is equal to negative 1. يعني ال product of the slopes is negative 1. If you know the value of M2, يبقى ساعتها تقدر تجيب M1، تقول M1 is equal minus 1 over M2. For example, إذا كانت مثلا equal to يبقى negative half. Or if you know M1, so you can find the slope of the second straight line اللي هو M2. تمام؟ يبقى عرفنا إيه العلاقة بين الخطين المستقيمين المتعامدين، إيه العلاقة بين الميلين بتوعهم. ناخد مثال. Example, find the equation of the straight line which passes through the point 1 and 4 coordinates بتاعتها. يبقى أنا عايزة الإيكويشن معادلة الخط المستقيم اللي بيمر بالنقطة دي. هل أقدر أجيبها؟ عندي معطى واحد بس، داتا واحدة بس، أقدر أجيب بيمر بنقطة؟ لا، قلنا لازم يكون عارفة معاها يا إما coordinates لpoint تانية أو slope. لكن قال لي هنا hint، قال لي إن ال straight line ده perpendicular يعني متعامد أو عمودي على straight line تاني، على خط مستقيم تاني ميله ال slope بتاعه equal negative 3. تمام؟ طب أنا عارفة السلوب بتاع الستريت لاين التاني هو negative 3، إيه العلاقة بين ال two perpendicular straight lines اللي هما الخطين المتعامدين؟ عارفة ميل بتاع واحد، تمام؟ negative 3. يبقى السلوب of straight line number 2 M2 is equal negative 3. وحيث أن two lines are perpendicular، حيث أن الخطين متعامدين، يبقى أقدر أجيب السلوب بتاع الخط الأولاني M1 اللي أنا عايزة أجيب معادلته. يبقى M1 is equal minus 1 over M2. M2 قلنا بتساوي كام؟ negative 3. يبقى negative 1 over negative 3 cancel النيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى يطلع لي 1 over 3. يبقى ده السلوب بتاع الستريت لاين نمبر 1 اللي مطلوب ايجاد الايكويشن بتاعته. طيب يبقى انا دلوقتي الداتا اللي عندي للستريت لاين اللي مطلوب ايجاد الايكويشن بتاعته سلوب اند بوينت. يبقى by using point and slope 4 اللي هي y minus y1 is equal m times x minus x1 where the slope قلنا هو يساوي تلت and the coordinates of a point on it is 1 and 4. يبقى بالتعويض مباشر في الفورم دي substitute in the 4 يبقى y minus y1 بتساوي كام؟ 4. x m is equal كام؟ تلت times x minus x1، x1 is equal 1. simplify the equation، خلي ال y في left side وجيب كل terms في right side و remove ال brackets، هتضرب التلت في x وتضرب التلت في negative 1، هيطلع لي ال equation بتاعتي بالشكل ده، هو ال general form اللي احنا اخدناه في الأول، أو هتحط كل ال terms في left side و right side بيبقى 0.
بالشكل ده المحاضرة بتاعت النهاردة. اتكلمنا على ال 3 forms ل equation of straight line، وعلى ال parallel lines وال perpendicular lines، الخطوط المتوازية والخطوط المتعامدة. هنا عندي بعض ال problems عايزاكم تحلوها، بجانب طبعا ال problems اللي موجودة في الشيتس اللي أخدتوها. هنا أول مسألة بقول لك إيه؟ Show that the two straight lines، عندي معادلة خط مستقيمة and straight line تاني معادلته أهو are parallel، يعني وضح إن الخطين دول، معادلة الخط الأولاني أهو ومعادلة الخط التاني أهو، وضح إنه متوازيين. أول حاجة أفكر فيها how to find the slope of that straight line and slope of that straight line، وأنا حسبها لكم exercise تفكروا فيها إزاي تجيب السلوب من الإكويشن دي وإزاي تجيب السلوب من الإكويشن دي. لو ال two straight lines must equal، ليه؟ لأن قايلة لك وضح إنهم متوازيين، تمام؟ فإن لازم السلوب بتاع الستريت لاين الأولين لازم يساوي سلوب الستريت لاين نمبر 2. المسألة الثانية برضو هنا بقول لك show that the two straight lines، عندي معادلة الستريت لاين الأولاني ومعادلة الستريت لاين الثاني. قلت لك show that the two straight lines are perpendicular، يعني وضح ان الخطين المستقيمين التاليين متعامدين. طب ايه شرط التعامد؟ ان البرودكت of the two slopes must equal negative one، يبقى لازم اجيب السلوب بتاع الاولاني والسلوب بتاع التاني واضربهم في بعض، لازم الناتج يطلع equals minus one، تمام؟ مسألة تانية برضو حنتناقش فيها كده وحسيبك انت تحلها. Find the equation of the straight line passing through the point adjunct coordinates أو احداثيات point عن straight line، وعايزك تجيب معادلته. هل ينفع بداتا واحدة بس؟ لا، لكن بقول لك and الستريت لاين ده بقى perpendicular متعامد أو عمودي على خط تاني line passing through the two points، متعامد أو عمودي على مستقيم تاني بيمر بالنقطتين دول. طب المستقيم التاني ده عطيني نقطتين أعمل بيهم إيه؟ أوكي؟ مش هقدر أجيب السلوب بتاع المستقيم التاني ده؟ طب جبت السلوب by using these two points، أعمل بالسلوب إيه؟ بيقول لي إن two straight lines متعامدين perpendicular، يبقى product of two slopes equals minus 2. يبقى عرفت السلوب بتاع الستريت لاين ده، هقدر اجيب السلوب بتاع الستريت لاين نمبر 1. By knowing slope and point، بمعلومية ميل ونقطة، بعوض اقدر اجيب الايكويشن of the first straight line اللي هو المطلوب. تمام؟ وبالشكل ده خلصنا المحاضرة التانية، وإن شاء الله نلتقي على خير مع بعض في المحاضرة التالتة، وإلى اللقاء. أوكي؟ إن شاء الله.